أغنية بين شطين ومية هي كلمة السر لتنفيذ عملية بأحد الأفلام المصرية. الطريق إلى إيلات. الطريق إلى إيلات، إجابة صحيحة. الأغنية دي مين اللي غناها بقى؟ محمد أنديل. برافو عليك. والفيلم من بطولة عايزة العلايلي وبين الحلفاوي ومدين طابر وصلاح ومحمد سعد. كان اسمه ايه؟ محمد سعد قصدي. محمد سعد وصلاح ذو الفقار. وصلاح الفقار. عشر نقط مهمين جدا لعيلة كساب. عيلة كساب 50، عيلة علي 90. مباراة